بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذ بأيدينا وكليتنا إلى مدارج العليا في محبتك والقرب منك وإرضائك، آمين يا سيدنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، والرضوان والعدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمن. قلنا بنو صهيون ملأوا الدنيا بذكرهم المشبوه فيه، لأن ما يقولون عن أنفسهم هي تزكية، والله نهى عن التزكية، لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن تزكى، يعني تزكى بإرادته باستعانته بالله بدعائه المقبول عند الله، ولا مجرد هذا ما عندهم شيء من هذا، هم أعداء الله من أشد المكان تاع العداوة، وبعد يحبوا يكونوا هما عندهم القيادة الأبدية. إذا نفهم بالضبط أي تعقيد وقع عن طريق جنون هؤلاء الفساد، مش جنون اللي يطرح عنهم المسؤولية، بل جنون مصحوب بكون المسؤولية عليهم ثابتة، ونحن مشاهدة عليهم. ترجع الأمة بحول الله إلى دورها والتحامها وتوحيدها لله وحدتها، وتكون المقابلة بيننا وبينهم حاسمة، وللعالمين عندئذ فرحة كبرى أن التوحيد عاد ليسلم العباد من شرور الشرك والاستبداد. والحديث يطول، نعود بحول الله الكريم.